نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل الغوطة. هل طويت الصفحة الدامية؟ اغتيال ضباط الأسد في دمشق. اختراق أمني للقلعة الحصينة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، الثوار يتصدون لمحاولة ميليشيا الأسد التقدم إلى منطقة البياض جنوب الركابية في منطقة المرج وسط قصف جوي وصاروخي عنيف. انسحاب 3 حواجز لميليشيا الأسد من أطراف بلدة سرغاية في الزبداني دون معرفة الأسباب. الخميس، اشتباكات في مخيم اليرموك بين تنظيم الدولة من جهة وجبهة النصرة وحركة أبناء اليرموك وكتائب البراق من جهة أخرى. ميليشيا الأسد تخرق هدنة اللاذقية وحلب ودمشق وريفها وتسقط جرحى بقصف دوما ودير العصافير والنشابية والبحارية وأطراف ميدع. جرحى بينهم طفل جراء قصف ميليشيا الأسد بالهاون تجمعا لمدنيين معتصمين في بلدة مسرابة للمطالبة بوقف الاقتتال بين فصائل الغوطة. 5 شهداء و6 مصابين في جرود سرغاية بالقلمون الغربي جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا الأسد. جرود القلمون الغربي السورية وجرود بلدة عرسال تتعرضان لقصف مدفعي من قبل الجيش اللبناني. الجمعة، الثوار يستردون نقاطا عسكرية من ميليشيا الأسد في محيط مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية. الثوار يدكون معاقل ميليشيا الأسد في الفوج 137 وتلة الكابوسية بقذائف الهاون. محاولات من قبل ميليشيا الأسد لإطباق الحصار على المدنيين بإغلاق طريق زاكيا خان الشيح في الغوطة الغربية. السبت، ميليشيا الأسد تشن هجوما بريا على بلدتي بالا وزبدين في منطقة المرج. استمرار الاشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في محيط الفوج 137 بالغوطة الغربية. الأحد، ميليشيا الأسد تسيطر على عدة نقاط في جبهة بلدة زبدين وتحاول التقدم في طريق دمشق حمص الدولي. الاثنين، خسائر في صفوف ميليشيا الأسد خلال اشتباكات مع الثوار في جبهات زبدين وجسرين والركابية بمنطقة المرج. ميليشيا الأسد تقصف الأحياء السكنية والسوق الرئيسي في بلدة عربين بالمدفعية وتخلف أكثر من 20 جريحا بينهم نساء وأطفال. شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف مدينة دوما بمدفعية ميليشيا الأسد. ميليشيا الأسد تشن حملة مداهمات لمنازل المدنيين في بلدة معربة شمال العاصمة وتعتقل 10 المدنيين. وقد بث الناشطون خلال الأسبوع مقاطع مصورة متنوعة للأحداث الميدانية، نتابع بعضا منها.
على خطوات الاتفاق، دخول الفعاليات المدنية، الهيئة العامة للغوطة الشرقية ومجلس محافظة ريف دمشق ومجلس أمناء دوما واللجنة الشرعية في مسرابة، بالإضافة إلى قيادة الشرطة. وهي أول خطوات تطبيق الاتفاق. الحمد لله دخلنا قيادة الشرطة من مدينة دوما ومن الغوطة الشرقية، من جميع مخافر الغوطة الشرقية، والآن نحن في وسط مسرابة. فرحة كبيرة لأهالي الغوطة الشرقية باتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة أخرى، بعد أكثر من 10 أيام من الاقتتال والتصعيد العسكري والإعلامي وفشل كثير من المبادرات الإصلاحية. إلا أن الضغط الشعبي على الفصائل المتقاتلة أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة من التهدئة والاتفاق المبدئي. مراسلنا منصور أبو الخير يرصد الحراك الشعبي الذي كان له دوره وكلمته. مشهد ما عرفناه إلا في أيام الثورة الأولى. الآلاف يخرجون متظاهرين ضد ظلم الأسد، واليوم يخرجون لوقف اقتتال الإخوة فيما بينهم. خرجت مدينة أهالي دوما لتعبر عن مطالبها ومطالب أهل الغوطة لوقف الاقتتال بين الفصائل، ويكونوا يدا واحدة في وجه هذا الظالم، هذا المجرم، هذا السفاح بشار الأسد. إخواني، يأخذ الحان حب مميع للدم مشان ما تجي جلطة من الفرحة، بس فشر أهالي الغوطة يد واحدة، دم واحد وإخوي. بعد الاقتتال الذي حصل بين الفصائل الثورية والتي أوصل الغوطة لأزمة داخلية كبيرة، كان لابد لصوت الشعب أن يعود رافضا هذه الحال، مصححا المسار إلى طريقه الصحيح. الآلاف من أهل الغوطة يخرجون متحدين إجرام الأسد وأصوات البندقيات ليقفوا حائلا ما بين الإخوة لوقف شلالات الدماء التي سكبت. هون اعتصامنا ان شاء الله هي لفض الخلاف ما بين الفصائل، وان شاء الله والفصائل هن اخوه. ونحن اول ما طلعنا بالثوره طلعناها لرفع الظلم، ما لا نعمل الظلم على بعضنا، لرفع الظلم النظام النصيري. طلعنا بالثوره لحتى نخلص من الظلم، ما نوقع تحت الظلم، لا نرفع السلاح على بعضنا البعض، سلاحنا بده يتوجه على النظام. أكبر خطيئة إنه سلاح يتوجه بصدور بعضنا البعض، نحن كلياتنا إخوة، نحن كلياتنا واحد. ما في خلاف بين الأخ والأخ، مهما كان الخلاف لازم ينزاح، ونحن ضد هذا الخلاف وضد هذا التقسيم. خطوة في طريق حل هذا الخلاف وإعادة توجيه البندقيات إلى صدور العدو الأسد ومن والاه. منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم، الغوطة الشرقية. ويبقى معنا منصور أبو الخير الذي ينضم إلينا عبر سكايب. منصور، بداية، هذا الاتفاق الذي جرى بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن، ما أبرز بنوده وهل دخل بالفعل حيز التنفيذ؟ نعم محمد، بعد هذه الفترة التي شهدتها الغوطة والتي كانت مؤلمة بحق أهالي الغوطة لما حال بين الأخوة من اقتتال والدماء التي أريقت، طبعا بعد الجهود التي بذلت من قبل الأهالي واللجان الشعبية المدنية لحل هذا الأمر والوصول لاتفاق بين الطرفين، تم التنازل من قبل الطرفين ووصلوا لنتيجة في نهاية هذا المطاف. طبعا اولا هي خروج العسكريين من بلده مسرابه ونزع السلاح منها ودخول الشرطه المدنيه واللجان الشعبيه لحفظ الامان. طبعا ابتعاد الاطراف المتنازعه ايضا عنها كونها تحوي عدد من المدنيين، بالاضافه لتشكيل ممثلين من كل طرف. جيش الإسلام يمثله ثلاثة، فيلق الرحمن يمثله ثلاثة، لاعاده كل ما تم سلبه من قبل الطرفين من مقرات ومستودعات، وحتى أيضا إخراج المعتقلين والجلوس على طاولة واحدة لمناقشة الإشكالات الواقعة بين الطرفين
منذ بداية هذه الاقتتال الحاصل بينهم. نعم، يعني تحدثت أخي منصور عن مدينة مسرابة التي اقتحمها جيش الإسلام قبل أيام، قبل أن ينسحب منها مرة أخرى. ما أهمية هذه البلدة وما نقطة الخلاف حولها بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن؟ طبعا مسرابة ليست محط الخلاف بين الفصائل، ولكنها الطريق الذي يصل دوما بباقي مناطق الغوطة، وهي أقرب طريق الوصول لدوما، ومنها بدأ فيلق الرحمن البحث عن المطلوبين الذي أصدر بيان بأنه يبحث عنهم مطلوبين يعملون ضمن الجهاز الأمني التابع لجيش الإسلام، وهو يبحث عنهم بعد رفض جيش الإسلام تسليمه لهم للمحكمة، وهم متورطين بعمليات اغتيال حسب البيان الذي أصدره فيلق الرحمن. منها أيضا يستطيع فيلق الرحمن الدخول لمدينة دوما، ومنها بدأت الاشتباكات واقتحام المقرات، وعلى أبوابها كانت نقطة الاشتباكات الحامية. نعم، يعني ربما يكون من أبرز التعقيدات التي ربما ستواجه الفصيلين هو ملف الدماء التي أريقت من الجانبين. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف وفق اطلاعك؟ طبعا الطرفين سالت الدماء بينهم، الطرفين ضحوا بالكثير من خيرة الشباب المقاتلين الذي كان لهم الأثر الكبير في مجابهة قوات النظام على جبهات الغوطة. طبعا الأمور ما زالت في بدايتها في حل هذه المعضلة الكبيرة التي نشبت بين هذه الفصائل الثورية. الآن الطرفين حرصوا على هذه الدماء وبدأوا بحقنها بوقف لإطلاق النار. طبعا باقي المشاكل ستوضع على الطاولة لتحل بشكل كامل ضمن هذا الاتفاق الذي أبرم بين كلا الفصيلين فيلق الرحمن وجيش الإسلام. نعم، المتحدث باسم فيلق الرحمن السيد وائل العلوان تحدث أن ما تم بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن هو إجراء إسعافي. هل يعني ذلك أن هناك عدد من المسائل التي لا تزال عالقة بين الجانبين؟ طبعا كما ذكرت أساس المشكلة كانت حسب أول بيان أصدره فيلق الرحمن عندما بدأ باقتحام مقرات الجيش، أن هنالك مطلوبين لدى جيش الإسلام من العاملين ضمن الجهاز الأمني له متورطين بقضايا اغتيالات، جيش الإسلام رفض تسليمه لهم، بالإضافة لقول البيان بأن جيش الإسلام تعدى أكثر من مرة على مقرات فيلق الرحمن، مما دفعهم لهذا الهجوم. طبعا الأمور كثيرة يجب أن تحل بين الطرفين، وهنالك مشاكل جيش الإسلام سيضعها على الطاولة وفيلق الرحمن سيضعها على الطاولة. نعم، لتحل جميع هذه ربما ستحل على مراحل. طبعا الخطوة الأولى كانت هي حقن هذه الدماء التي أريقت. طبعا الاشتباكات الحاصلة كانت هنالك لها ضحية مدنيين لا ذنب لهم من الرصاص الطائش بين الطرفين. لإيقاف هذه الدماء بدأوا أولا بوقف إطلاق النار، إخراج السلاح من مدينة مسرابة لجعلها نقطة محايدة خالية من السلاح، تتم فيها اجتماعات من قبل الطرفين إذا أحبوا الاجتماع للجلوس على هذه الطاولة لمناقشة المشاكل العالقة بين الطرفين وحلها جذريا. نعم، يعني استغلال ميليشيا الأسد لهذا الاقتتال الذي وقع بين الطرفين منذ أيام في الغوطة الشرقية، ومحاولات ميليشيا الأسد التقدم في جبهة حي جوبر وكذلك في عدد من جبهات منطقة المرج، إلى أين وصلت هذه المحاولات؟ طبعا النظام استغل هذا الاقتتال الذي حصل وبدأ بشن هجوم على الغوطة الشرقية من أكثر من محور، منها حي جوبر ومنها استراد دمشق حمص الدولي ومنها تل كردي، والأكثر هجوم كان من جهة المنطقة الجنوبية بجنوب الغوطة كبالة وزبدين وجبهة أركابية وشبعة وحتى جبهات المرج كالبحارية وغيرها، لمحاولة التقدم على الغوطة مستغلة انشغال الفصائل بالاقتتال الداخلي. لكن العديد من عناصر من كلا الطرفين، عناصر الثوار
لم يأبهوا لهذا الاقتتال الداخلي، بقوا مرابطين على ثغورهم وصدوا جميع محاولات التقدم التي حاول بها النظام. كما ذكرت جبهة بالا، جبهة زبدين، جبهة الركابية الذي استطاع النظام التقدم وسيطر على عدة نقاط منها. المقاتلين والثوار عاودوا استعادة هذه النقاط بمعارك. كان هنالك خسائر لقوات النظام بالأرواح والعتاد، حيث قتل العشرات قوات النظام ودمر عدد من الآليات، منها عربات بي ام بي وعربات شيلكا كانت تحاول التقدم على هذه الجبهة. نعم، مراسلنا من الغوطة الشرقية منصور أبو الخير، شكرا جزيلا لك. في استمرار لمسلسل اغتيال ضباط ميليشيا الأسد في قلب العاصمة دمشق، أعلنت جهة تطلق على نفسها سرايا ردع الظالمين تنفيذها الخميس الماضي عملية اغتيال طعنا بالسكين لضابط يدعى أحمد اليوسف، متهم بعدد من عمليات الاغتصاب. وتعد هذه العملية الثانية لسرايا ردع الظالمين خلال أسبوع، بعد نجاحها خلال الأسبوع الماضي في اغتيال أحد ضباط فرع أمن الدولة ويدعى النقيب علي خضر، وذلك ردا على ما تتعرض له مدينة حلب. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا من إدلب مازن علوش، الخبير في المشهد العسكري السوري. حياك الله أخي مازن. حياك الله أخي محمد. بداية، الاغتيالات لضباط أمن النظام في قلب العاصمة دمشق وبأسلحة بيضاء، ما أهميتها وما أثرها على معنويات نظام الأسد؟ أخي محمد، يعني لا يخفى على الجميع التجديد والقبضة الأمنية الكبيرة للنظام في العاصمة دمشق. هناك عشرات الحواجز الأمنية منتشرة، هناك حراسة مشددة مع كل الضباط، ومع ذلك يتم استهدافهم سواء بالأسلحة البيضاء أو بالمسدسات كتنت الصاد. يعني هذا أدى إلى دب الزعر في قلوبهم للضباط أو المسؤولين. نعم، يعني هذه التعقيدات التي تتحدث عنها في وضع العاصمة دمشق أمنيا ربما يحدد المهام ويحصرها في جوانب معينة بالنسبة للفصائل العاملة في قلب دمشق. أولا، هل يمكننا أن نتعرف على الفصائل التي تعمل في قلب دمشق وطبيعة مهامها وفق ظروف دمشق؟ هناك العديد من الفصائل التي تعمل على الملف الأمني في العاصمة دمشق. هناك لواء المهام السري، لواء العاديات، سرايا ردع الظالمين، بالإضافة إلى الفصائل الكبرى الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وجبهة النصرة وأحرار الشام. نعم، طبيعة المهام التي تفرضها ظروف دمشق. كل من له صلة في النظام، كل من أجرم بحق المدنيين، سواء كان من الرتب العالية أو من المجرمين الصغار في الأفرع الأمنية، كلهم هدف للثوار. تم اغتيال ضباط كبار، تم اغتيال من جميع الرتب، تم اغتيالهم. نعم. فضل. هل تشعرون أن النظام يحاول التكتم على هذا، على أخبار اغتيالات ضباط من هذا النوع، ومحاولة يعني إظهار أنهم قتلوا في معارك أو في جبهات؟ طبعا لاحظنا العديد من الضباط الذين تم اغتيالهم في العاصمة دمشق، تم الإخبار أهاليهم أنهم قتلوا على الجبهات، ولم يقولوا لهم أنهم قتلوا في داخل المدينة، المفروض هي ساكنة عسكرية كبيرة، لكي لا العالم تشعر بالاستياء. نعم. لهذا الاختراق الأمني الكبير الذي يحدث. نعم، بالحديث عن هذا الاختراق الأمني، لرغم هذه التعقيدات الأمنية والعسكرية في العاصمة دمشق، ما هي أبرز العقبات التي تقف في وجه هذه الفصائل والسرايا والكتائب العاملة في دمشق؟ طبعا استاذي، كل ما تم اغتيال أحد الضباط يزداد التحصين، يزداد الحراسة، يزداد المراقبة لبقية الضباط.
هذا الشيء يعود على الثوار انهم يحتاجون للمزيد من الوقت للقيام باعمال ثانيه. اضف الى ذلك هنالك شح مادي للفصائل العامله في دمشق، انت تعلم الظروف هنالك سيئه جدا لهم، ويعملون في ظروف صعبه جدا. نعم. فهنالك يعني كثير من العقبات، ولكن إن شاء الله سيتجاوزونها وسيقومون بعمليات كبيرة بإذن الله قريبا جدا في داخل العاصمة دمشق. يعني بالحديث عن الشح المادي، ربما يكون من أسباب ذلك أن كثير من هذه الفصائل العاملة في قلب دمشق غير معروفة كثيرا في وسائل الإعلام أو في حتى المشهد العسكري بسبب هذه الظروف والتعقيدات الأمنية. طبعا أستاذ يعطيك مثال، عندك سرايا ردع الظالمين، فصيل عسكري موجود داخل العاصمة دمشق، هم يعملون على الأرض منذ أكثر من عامين، لم يظهروا إعلاميا، وقاموا بأكثر من 20 عملية اغتيال في داخل العاصمة، لم يظهر اسمهم سوى منذ شهر عندما تم إعلان السرايا. فهذه السرايا وغيرها من الذين يعملون في العاصمة دمشق أنت تعلم تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، كمصاريف، كتجهيزات، من أجل المراقبة. يعني تحتاج إلى الكثير من المصاريف وغيرها طبعا في 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 لأثناء عملها في هذا الموضوع. نعم، يعني هذا التكتم الإعلامي على عمل هذه الفصائل ألا يزيد من احتمالية قيام نظام الأسد بعمليات اغتيال ربما لضباط لم يعد بحاجة إليهم، وينسبها بالنهاية إلى جهات غير معروفة كثيرا يعني إعلاميا؟ يوجد مثل هذه الأمور أستاذي. هنالك منذ فترة عام على ما أذكر تم مشاهدة أحد الضباط مقطوع رأسه في أحد الحدائق بالعاصمة دمشق، والأصابع الاتهام كلها أتت إلى النظام، فهو ضابط في الأمن القومي ومن سابع المستحيلات أن يصل إليه الثوار. فنحن نؤكد أن هنالك مجموعة كبيرة من الضباط الكبار في النظام تم تصفيتها من داخل النظام، ومشهور النظام بهذه العمليات منذ أيام كنعان وغيره. نعم، يعني العملية الأخيرة لسرايا ردع الظالمين في العاصمة دمشق استهدفت ضابطا متهما بعدد من عمليات الاغتصاب، هل ينصح بأن تبادر الضحايا إلى التواصل مع هذه السرايا ومع هذه الفصائل العاملة في ملف الاغتيالات لتقديم أسماء هؤلاء الضباط بحيث يتم استهدافهم؟ بالتأكيد نحن ننصح جميع من له مظلومية أو عنده حالة اغتصاب من قبل الشبيحة أو غيرهم بالتواصل مع الإخوة سواء في سرايا ردع الظالمين أو في الوالي عديات أو غيرهم على صفحاتهم سواء في الفيسبوك، هنالك أرقام واتساب، وإعطائهم معلومات عن الضابط الفلاني أو الشخص الفلاني الذي قام بعملية الاغتصاب، وسيوضع هذا الشخص على قائمة الأهداف مباشرة، سيتم نعم. العمل على ملفه. نعم، مازن علوش أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من إدلب. حياك الله. شكرا لك. حلب الجريحة تبقى حاضرة في وجدان وفعاليات أبناء الريف الدمشقي رغم المآسي والمعاناة المتشابهة. نتابع مع ربيع ثورة. We'll be right back.
الآن ما تناله من رميل الحقد الأسدي والإجرام الروسي في ظل مجتمع دولي عاهر تماما يتغاضى البصر عن ما يجري من جرائم كله يجري حصار وسقوط حلب. لكن على الغزاة المعتدين اليوم أن يقرأوا تاريخ حلب وسيعلموا أنهم ساقطون وحلب ستبقى إن شاء الله ستبقى. نحن معكم بالأنفاس نبض القلب بالإحساس. الشعور بآلام بعضنا البعض أبرز ما حققته ثورة شعبنا المباركة. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.